السلام عليكم، معكم الشيف صلاح البطني. اليوم راح ندير لكم وصفه تاع جاتو اللوز او لي زاموندين. هذا الجاتو راهو حلوه تقليديه معروفه جزائريه 100%. بالمناسبه هذه راهي طلبيه 60 حبه، حبيت نشاركها معكم لانه بزاف جاوني تعليق. حطيت لي فوتو تاع لي جاتو وقال لك فوالا لازم تحط لنا الوصفات، وان شاء الله راح تستفادوا من هذه الوصفه. خلينا نمر لطريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. انا لهنا برك فرد حاجة اللي راح ننبهكم لها، لي زاموندين هذو كما نعرفوا احنا لي زاموند هما اللوز، راح نديرها بالكاوكاو، مانيش راح نديرها باللوز لانه كما نعرفوا اللوز راهو شوية غالي. هذه هي راح ندير لكم لي زاموندين بالكاوكاو. اذا كما راكم تشوفوا لهنا، اول حاجة راح نبدا بها هي العجينة. واش نحتاج في العجينة؟ نحتاج 250 غرام نتاع زبدة كونطارية، 250 غرام زبدة كونطارية. انا نستعمل مارغرين لابال، هذه اللي تعودنا بها دائما نخدم بها الكاطوات. عندي لهنا زوج بيضات، عندي لهنا 250 غرام نتاع سكر كلاصي او ما يعادل زوج كيسان هذا الكاس اللي تعودت نكيد لكم به، كيس تاع خميرة كيميائية، وعندي لهنا لافاني وعندي الفارينة. راح نبدا بسم الله، راح نخدم بالباتر كما قلت لكم، يعني مش شرط تخدموا بالباتر ولكن انا بغيت نسهل العمليه عليا شويه. نحاولوا نضربوا شويه البيض تاعنا بالخلاط الكهربائي ومن بعد راح نضيف السكر. نزيد نضيف الكاس الثاني مره واحده. انا دوكا راح نحبس الفيديو ونخلط حتى نتحصل على كريمه تكون متجانسه. اذا دوكا راح نزيد نضيف البيض، بسم الله البيضه الاولى، نزيد الحبه الثانيه وراح نخلط بالخلاط الكهربائي. اذا واش راح نزيد ندير؟ راح ندير شويه نتاع لافاني، ما نكثروش، حوالي ملعقه نتاع قهوه، ونزيد نخلط مليح بالباتر. دوكا راح نبدا ندير في الفارينة، فارينة انا مش راح نعطيكم مقدار محدد، مهم تحصل على عجينة تكون نوعا ما طرية كما تاع لي صابلي. وراح ندير الكيس نتاع الخميرة كيميائية، بسم الله. اذا انا دوكا راح نضيف الفارينة حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة ونرجع لكم. اذا كما راكم تشوفوا تحصلت على عجينة متماسكة، شوفوا دوكا واش راح ندير؟ راح نحطها في الثلاجة، نغلق عليها العلبة ونحطها في الثلاجة حوالي ربع ساعة الى نصف ساعة، الوقت اللي نحضر فيه الكريمة. اذا راح نمر معكم الطريقة تحضير الحشوة او الكريمة اللي راح نديرها في لي زاموندين هذو. انا لهنا برك حاجه راني دوبليت المقادير لانه راح ندير 60 حبه، نتوما تقدروا تنقصوا في المقادير، يعني اذا اعياد ولا حاجه هكا مناسبه خفيفه تقدروا تنقصوا، راح دير لكم 30 حبه الى 35 حبه. عندي 250 غرام زبده تكون اون بوماد، عندي 250 غرام نتاع كاوكاو كما راكم تشوفوا محمص وملحي، حاولوا ترحيوه شويه رقيق. عندي لهنا 100 غرام نتاع فارينا، عندي لهنا 200 غرام نتاع سكر عادي، وعندي ربع حبات بيض، وعندي ايضا لافاني. دوكا راح نمر معكم لطريقه التحضير. واش راح ندير مع الفارينة؟ عفوا مع الزبده، راح ندير السكر بهذه الطريقه وراح نخلطهم بالباتر. ايضا دوكا راح نضيف ربع حبات بيض، ونزيد نخلط مليح بالباتر حتى يذوب لي داك السكر. راح نضيف الكاوكاو وراح نضيف لافاني. لهنا انا واش راح ندير؟ راح ندير عطر اللوز، راح ندير عطر اللوز
باش ننكه به الكاوكاو تاعي، بما انه هما الاسم تاعهم لي زاموندين. نزيد نخلط مليح، راح نضيف الفرينه، نزيد نخلطها مليح. هذه هي، راح نخلط مليح بالباتر حتى نتحصل على كريمه تكون القوام تاعها نوعا ما سائل، ونرجع لكم. اذا درك راني تحصلت على كريمه كما راكم تشوفوا. واش راح ندير دوكا؟ راح نبدا نشكل في لي زاموندين تاعي. شوفوا القوالب اللي راح نخدم فيهم، هذو هما القوالب. ما ترشوهم لا بالفرينه لا بالزبده اذا كانوا قوالب حاجه مليحه. دوكا واش راح ندير؟ راح نجيب العجينه تاعي. اذا كما راكم تلاحظوا دوكا واش راح ندير؟ العجينه تاعي كانت في الثلاجه، يعني راهي نوعا ما ارتاحت شويه. دوكا راح نبدا نشكل. انا واش راح ندير؟ هذا الليمون تاعي هزوا لي حوالي 25 في الميزان، ندير 25 الى 26 يعني بهذا الشكل، ونشوف تراه. اذا بعد تجربتي الميزان لازم نوزن 20 ماشي 25 هذا الشكل. نزيد لها شويه، انا راح نعطيكم برك الطريقه لانه فيديوهات تاعي اكثر يجوني كبار، لانه نعد كلش بالتفاصيل. الله غالب، انا شتي نمد كلش من قلبي، ما نحبش هذيك تاع تنعت لي غير واش راح دير، لانه كان ديزاستوس، كان قنوات لي زاستوس لي ينجحوا هذيك الوصفه ما ينعتوهمش. لازم تضغطي مليح، واذا كنتي خايفه من الليمون تاعك ولا تقدري تدهنيهم بالزبده وترشيهم بالفرينه باش ما يسقولكش بهذا الشكل. واش راح ندير؟ راح نجيب المعجون، نجيب معجون هكا، نديرو كميه قليله لتحتها، وراح نجيب الكريمه تاعي اللي درتها في جيب حلواني بهذا الشكل. بسم الله، ما تكثروش بزاف لانه هذه الكريمه راح تنفخ، حاولوا تخطوا شويه باش تعدلوها. ومن بعد نجيبو لي زاموند ايفيلي او اللوز هذا المقطع شرائح، وندير بهذا الشكل، نغطي كامل الوجه. حاولوا تحطوه في النصف لانه من بعد راهي راح تتفتح لكم، راح تتنفخ وراح تتفتح ويتنحى هذاك اللوز كامل على الجانب. حاولوا تحطوا دائما في النص كميه بهذا الشكل. نزيد نعت لكم حبه اخرى، كما قلت لكم دائما نوزن 20 غرام. اذا ما عندكمش الميزان تقدروا تخدموا بيديكم برك، عينكم هي ميزانكم. هذا الشكل حوالي كوريه صغيره هكا. نجيب المول تاعي، كما قلت لكم انا المول تاعي راني خدمت بهم من قبل وعندي يعني نظره عليهم ملاح ما يلصقوش. نتوما اذا كنتو خايفين منهم حاولوا ترشوهم، دهنوهم بالزبده وترشوهم بالفرينه. هذه هي. ودائما ايضا نعطيكم واحد النصيحه، دائما كي تبغاو تطيبوا الكاطو جربوا حبه، يعني قبل ما ديروا في ليمول وسمو تجربوا صح حبه، تشوفوا كي يطيب واش يصرالو، اسكو يلصق في المول ما يلصقش. هذه نصيحه لازم دائما ديروها باش تشوفوا راح تنجح لكم هذيك الوصفه ولا لا. لا هذه هي. وانا راني جربت حبه ودوك نعت لكم كيفاش خرجت لي، وكاين فيها مشكل، صرالي فيها مشكل، ولكن فقت له لكون خليت حطيت الكميه كامله او الحبات كاملين راح يجي فيهم نفس المشكل، وزربت الحمد لله فقت له. هذه هي كما راكم تشوفوا. دوكا نعمر هذا فون دي تارت بهذا الشكل، حاولوا ما تكثروش بزاف لانه راح تنفخ لكم. وديروا لي زاموند ايفيلي هذو بهذا الشكل، كما قلت لكم دائما تغطيو النص لانه من بعد راح كل ما تفتح كل ما تتحل راح يتنحى اللوز من النص هكا بهذا الشكل، ونحطهم في البلاطو. راح نعت لكم الفرن تاعي، راني شعلته على 180 درجة كما هكا راكم تشوفوا. نكمل كامل الكمية ونفوت هذا الفرن. الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجة من تحت برك، ما تشعلوهاش من الفوق. نطيبهم ان شاء الله ونرجع لكم. بالنسبة للحبة اللي قلت لكم عليها، انا جربت حبة من قبل، شوفوا كيفاش جاتني، شوفوا
واش هو المشكل؟ المشكل تاعي انها ما طابتش منها على الجوانب وزربت طابت من الفوق، لانه الفرن تاعي كان سخون بزاف، كان في 220 درجه. انتم ديروه 180 درجه وراح تحصلوا على نتيجه رائعه. راح نزينها لكم ان شاء الله وراح تشوفوها ان شاء الله. راح نرجع لكم كيفاش راح نكمل لي زاموندين تاعي. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كما راكم تلاحظوا لي زاموندين تاعنا بالكاوكاو راهم حاضرين، الذوق راهم ما شاء الله، يعني من الاحسن من الاحسن. انا جربت تاع اللوز وجربت تاع الكاوكاو، جربوا تاع الكاوكاو ما تندموش، وراح يجيكم السعر ايضا مش غالي بزاف، وراح تجيكم نفس النتيجه نتاع اللوز باذن الله. هذه هي الكيفيه تاع نهار اليوم. انا حبيت ان نقص معكم حبه، نشوفوها كيفاش جات لداخل. ها هي، شوفوا كيفاش راهي طريه وراهي تقرمش، يعني لاباط هذه راهي جات بزاف مليحه. شوفوا كيفاش جات من الداخل، هذا راهي لاباط صابلي، جات حشيشه، والداخل تاع الكاوكاو جات ما شاء الله. هذه هي الكيفيه تاع نهار اليوم. درت لكم لي زاموندين بالكاوكاو، طريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه. نتمنى تنال اعجابكم. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي الا نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر. سلام.